إلى الجزائر أعزائي المشاهدين، حيث أطلق القضاء الجزائري سراح المدون الجزائري معمري طارق بانتظار مثوله أمام المحكمة في 30 من الشهر الجاري. وظل المعمري رهن الاعتقال ليومين بتهمة نشره لفيديوهات على شبكة الإنترنت يدعو فيها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية. ووجهت النيابة للمعمري والذي يبلغ من العمر 23 عاما، وجهت له تهم تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر. نشاهد بعض المقاطع التي يتحدث فيها معمري، ثم نتحدث بعدها حول قضية المعمري مع ممثلة منظمة هيومن رايتس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس أصبح بحاجة أمر، اسكو احنا راني عايشين في الدين مندوز ولا عايشين في مين صندوق؟ رئيس الجمهورية قلنا الانتخابات يجي تدخل أجنبي، يدخل ولا قلنا الانتخابات شغل أول نوفمبر. يا ودي جاب عبد بن مهدي يلعب قاعدة سيكتير ولا شني الوزير الأول يقول الانتخابات تذيح مشوشة والدم. تحقق الإنسان لما ينتخب لازم نعاقبوه. خالدة تومي الانتخابات فرض كالصلاة والصيام، الله أكبر، زادت الركن السادس في الإسلام. وزير الشؤون الدينية الانتخابات كأجر زيارة المريض. حديث من باش من رواه عن جده وعن جده، باش من جاب السنة تاعه. عبد العزيز بالخادم يدخلوني نحكم يجب ملفات الفساد. أبو جرى سلطاني يا نرمح يا ملفات الفساد. وشنو هذا؟ ورانا عايشين في دولة في غابة. قبلتوا هذا برلمان لكم تحلفوا فينا. لو كان الرئاسيات ماله شنو ديروا لنا؟ خلات علينا. تما اني خايف برك لا زيد يخرج لنا القايد صالح زيد يقول لنا فوطي ولا نتبعوكم زنده زنده حومه حومه. ولا حدينوا لنا كيما دار شارل ديغول في 58. شارل ديغول 58 ولا في 60 باش تخرجوا الشعب يفوطي فرصي. حنا قلنا لكم بلي ما حش فوطي وخاش ما لقيناش عباد يساعدونا باش ننتخبوه. واحد فيهم ما يصلح. هذا هو علاش راكم تحلفوا فينا تدوا فينا. يزوروا كيما تزوروا. كل عام تزوروا زوروا هاد لابيريود. راه كيما يقول لك شغل تاع الاسلاميه شغل الاخرين كفار وهذوك مسلمين. قال لك الاسلاميين ما يربحوا خلاص عطوها باينه باين بالحيد عمار غول هذاك وزير تاع الطرقان عطوها له هنونا. علاش راكم تكسروا لنا في رسالنا وتهدوا فينا تحلفوا؟ المشكل ماشي فينا احنا، المشكل تاع الاتحاد الاوروبي تاع الكوميتي الاوروبي اللي جبتوهم. هادو تزوروا يبيعوكم ينوضوا لكم الشعب. حنايا ما تخلوها تمشي الانتخابات اللي يقولوا لكم نسبة المشاركة ما لحقتش زين نوضوا لكم الشعب. علاش؟ زوروا وربحوا اللي حبيتوا تربحوا وبين عليه صلينا وما كان لا تهدوا فينا. حنا قلنا لكم ما حش نفوطي وما حش نفوطي، حقي اني ما نفوطيش، حق اي شاب جزائري ما عندناش علاش نفوطي. كاين حتى حاجة ونقول للشباب الجزائريين حموديكم ما كان لا واحد يحرق روحه. شعبك اللي يحرق روحه تلي حملنا ليوم القيامة وتتحرق في روحك. بطريقة سلمية إن شاء الله. معي عبر الهاتف من تونس ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس والجزائر السيدة أمينة قلالي. السيدة أمينة أرحب بك في حقوق الناس. بداية، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم في متابعاتكم لقضية السيد معمري طارق الذي ينتظر مثوله أمام المحاكم الجزائرية؟ السلام عليكم وشكرا لهذا الاستدعاء. بالنسبة لهذه القضايا، هي قضايا يعني من النوع أظن تنم عن نزعة قمعية شاهدناها ولاحظناها في الأبحاث التي قمنا بها في الجزائر، وهو قمع للمظاهرات وقمع لكل الأشخاص الذين يحاولون أن يعطوا صورة أخرى عن الجزائر أو صوت آخر أو أن يوصلوا أصواتهم التي لا تعجب في بعض أحيان السلطات. وهذه القضية ليست القضية الوحيدة من نوعها التي يتم فيها محاكمة شخص على أساس مشاركته في مظاهرة أو مساندته لبعض الوقفات الاحتجاجية. طيب، ولكن قبل أن ننتقل إلى الاعتقالات الأخرى، بالنسبة لمعمري طارق، القضاء الجزائري أطلق سراح الرجل وهناك محكمة ستنظر في الدعاوى المقدمة ضده ومن الممكن أن يبرأ.
نعم أطلقت المحكمة صراحة، ولكن الدعوة لا زالت قائمة، وهذا في حد ذاته يعتبر يعني غير مطابق لحقوق الإنسان، لأن الواحد اللي ضده ليست مطابقة للقانون، يعني ليست. طيب ربما البعض يجادل هنا سيدة آمنة بأن هذا قد يكون مطابقا للقانون الجزائري في دعوة الشاب المدون معمر طارق صراحة إلى مقاطعة الانتخابات الجزائرية مما تراه السلطات تهمة. هو يعني المطالبة بمقاطعة الانتخابات هي تدخل في إطار حرية التعبير، يعني في إطار حق هذا الشخص في أن يعبر عن رأيه، وهو رأي مخالف يمكن للتوجه العام الذي لاحظ بالنسبة للانتخابات الجزائرية وإلى دعوة السلطات الجزائرية للانتخاب، ويمكن أن يضر في بعض الأحيان أو تتوقع السلطات أن يضر بإمكانية قيام الأشخاص بالانتخابات، ولكن هو داخل في حقه، في حقه في التعبير وفي حقه في أن يقول ما يشاء إذا كان في صورة سلمية، يعني هو لم يقم بأعمال عنف، لم يقم بأعمال مخالفة للقوانين. ولكن النيابة قالت، النيابة الجزائرية قالت بأنه متهم بحرق وثائق إدارية أيضا والتحريض المباشر على التجمهر. أنا لست أدري ما هي السندات القانونية والسندات الواقعية اللي تستند عليها النيابة العمومية الجزائرية بالنسبة لهذه الحالة، يعني لم أطلع بصفة دقيقة على هذا الملف، ولكن ما ألاحظه أن نفس هذه الطريقة في استعمال القانون بصورة غير، في بعض الأحيان غير مطابقة لنوايا القانون أو لمعنى القانون، تم استعمالها كذلك في بعض القضايا الأخرى في الجزائر، وتلفيق بعض التهم من غير أن تكون لها سندات قانونية واضحة. مثل ماذا؟ لا لشيء، لأن الشخص قام بالتعبير الحر عن رأيه أو قام بالتظاهر، وهو حق من حقوق الإنسان. طيب ما هو عدد الذين تابعتموهم في الانتخابات الجزائرية الآن وقد توبعوا نتيجة آرائهم المقاطعة لتلك الانتخابات؟ أولا هناك العديد من الاعتقالات التي تم على أساسها التي تمت ضد بعض ناشطي حقوق الإنسان، منهم عبد القادر خربة في يعني أظن تعرفوا عن هذه الحالة، وهو ناشط حقوقي في الليغ الجزائريين دي دروات لوم، وتم القبض عليه في 18 أبريل بعد أن شارك في مظاهرة لمساندة أشخاص قاموا باعتصام أمام المحكمة، وتم على أثر ذلك القيام بتتبع قضائي ضده على أساس المجلة الجزائرية، وعلى أساس تهم يعني لا تمت بالوقائع بصلة. ثم أطلق سراحه يوم 20 أبريل، ولكن 26 أبريل، ولكن فقط بعد أن تم اتهامه والحكم عليه بسنة سجن مع وقف التنفيذ و20 ألف دينار جزائري. هذه الحالة كذلك تعبر عن عدم احترام لحقوق يعني الإنسان في التظاهر ولحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي سلميا. وكذلك هناك ما تفطنا إليه في منظمة Human Rights Watch أن هناك العديد من الحالات يتم فيها القبض على أشخاص يشاركون في مظاهرات ثم بعد ساعات يعني يتم إخلاء سبيلهم، وهذه يعني أصبحت طريقة ممنهجة للسلطات الجزائرية للتعامل مع المظاهرات السلمية. شكرا جزيلا لك ممثلة منظمة Human Rights Watch في تونس والجزائر سيدة آمنة أقلالي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس.